من الطبيعي طبعا جدا أن يكون أفضل كوتش أفضل مدير فني هو المدير الفني للمنتخب الذي حصل على كأس أمم إفريقيا بجدارة، وهو طبعا الكابتن جمال بالماضي أحرز لقب أفضل مدير فني في إفريقيا، متفوقا على السنغالي اللي بيسلم عليه ده أليو سيسي، والتونسي معين الشعباني مدرب الترجي اللي حصل بيه على طبعا بطولة دوري أبطال إفريقيا. جمال بالماضي. أحسن مدرب في القارة الأفريقية لسنة 2019 جمال بالماضي.